بتختص في الجاز، بتختص في طب احنا بنستضيف النهارده طبلة علشان نقول لها طبلة حلوة الاحساس اللي انت بتتكلم عنه. دي هنا برضو الطبلة جت اهي علشان ايه؟ ترجع لها حطيتوها هنا قيمتها الحقيقيه اللي الناس مش فاهماها. اتفضل. بس مش هعرف اعزف الحق يعني من غير بس يلا. هعمل حاول اعمل شويه يعني. ها. بسم الله الرحمن الرحيم. هات من الاول. ها. يلا. سلام. المخرج عايز كمان كمان بردك. يعني اشمعنى هو يعني اعزف لكم ايه؟ برافو. رامي كل اجاباتك اللي فاتت ليا كانت صادقه حتى الطبله. طبعا فعلا ما بخافش من الضلمه ابدا. اقر الضلمه علشان يعني الموضوع موضوع نفس عصبي. نادرا طبله من مجموعه الايقاعات اللي بحبها عشان الطبله مفهومه غلط. احنا تعودنا عليها اللي هي اللي ورا الرقاصه. تكره اقتحام الاخرين ليك؟ جدا. بتحب يبقى ليك خصوصيه؟ جدا جدا. ايه الصوت اللي بتحبه وبتحس انك متفائل لما تسمعه؟ العصافير والديك الصبح. وصوت المطربه اللي بتنقل على قلبك؟ فيروز. ممكن تضحي بفنك ومستقبلك من اجل امراه بتحبها؟ في ملوك وامراء سابوا العرش عشان خاطر البوم. ممكن رامي عايش يعمل كده؟ مش ده خيالي شويه فعلا. حتى لو امرأة حبها ملك كل قلبك. بس ما هو يعني مش هتطلب مني الطلب ده. لو طلبته هبقى اتصل بيك اقول لك. طيب في حياتك قصة حب فاشلة. حلو العنوان ده؟ فشلت ليه؟ بس مش موجودة. ما هي فشلت خلاص. فاشلة. قصة حب فاشلة يعني كنت بيها وهي فاشلة. لا 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 هي خلصت. انتهت بفشل ما انتهتش بفشل. ما انتهت ازاي؟ بتفاهم. ده بعتقد هيك اللي فتره كبيره بحياتي انه حتى الخصام بيكون بتفاهم ما بيكونش في عدوانيه يعني. ايه اللي بيجذبك في الست؟ احساسها. وايه اللي بتكرهه من اي ست؟ الرغي. ايه اللي يخلي الحب يكبر ويبقى زي الزرع جميل؟ العقل. ايه اللي يخنقه؟ الغيره العبيطه يعني. انت ممكن تغير على اللي بتحبها؟ ممكن بس قليل. انت مفهوم؟ انا مش مفهوم كتير. لا. وده شيء بيسعدك؟ ما فكرتش بيه. يعني تحب انك تكون غامض؟ لا هو مش بحب ان اكون غامض، ده يبقى حاجه بالكاركتر يعني. انت حياتك كلها غنى. اللي انا اعرف انك اول ما بتفتح عينك لغايه ما بتنام اي شيء بتشوفه اي شيء بتعمله لازم يكون في خدمه الفن والموسيقى تاريخ. حتى لما كنت في المدرسه وانت صغير كنت بتقعد تغني طول الوقت، فجت مدرسه التاريخ قالت لك غني التاريخ يا سيدي. صح. طالما هتنجح. صح. فيه. تمام. امتى تبطل غنى؟ لما بلاقي نفسي مش بخدم. لو حد غنى عليك تقفشه؟ لا طبعا. اللي غنوا عليك كتير؟ كانوا كتير طبعا. ذكائك ذكاء طيب ولا ذكاء خبيث؟ ما راحش للخبث ولا راح للشر ولا مره. ممكن تتعامل مع حد خبيث وانت عارف انه خبيث؟ طبعا. رامي انت نموذج رائع جدا للجديه والرجوله في الاداء والغناء، ولكن خلف الكواليس انت دمك شربات خفيف بعنف يعني. وعايز اقول للناس مثلا احنا وقفنا مثلا كذا بريك ففي سؤال معين كل ما نيجي نقوله نعمل ستوب، فقلت هو السؤال ده عليه فيروس ولا ايه؟ انا عايز اطلب منك طلب ولو كسفتني هزعل. اتفضل. هتكسفني؟ لا اكيد. هتكسفني؟ مش عايزك تزعل طبعا. طيب دلوقتي دمك خفيف وعندك هوايه لطيفه جدا بتمارسها مع اصحابك بعيد عن الاضواء، فخلينا نعملها حته منها هنا قدام الناس. انت تجيد فن تقليد بعض الشخصيات. عادل امام، خالتي قطاطه، بوحه واخرين. انا انتوا معايا طبعا. انا عايز عادل امام
والاختيار الثاني يا قطاطة يا بوحة. هتكسفني؟ لا بس ما هو المشكلة انه انت حطتني في سيتويشن بعيد كل البعد. لا مش بعيد، احنا بنتكلم في كل حاجة. مين الـ مين الـ مين الأستاذ ده جاي مع مين ده؟ يلا نبتدي بالفنان الجميل عادل إمام. طيب هو انا يعني مش لا اجيد التقليد، بجيد مواقفه بشكل عام وروحهم ومشاعرهم واحاسيسهم. انا فاهم. ما بتجيش ليه؟ اتفضل. مش تبقى تيجي؟ اتفضل. خلاص هي دي؟ هي. لا قولها تاني. تيك تو. تيك تو. تيك اواي بقى. يلا. طيب ايه احسن حاجه بتحبوها؟ اي مسرحيه؟ مشاهد ما شافش حاجه مثلا؟ مشاغبين؟ خلينا على شاهد ما شافش حاجة. خلينا شاهد ما شافش حاجة، اتفضل. أنا أسحب منك اللي قلت لهم بقى شوية. يلا. أنا اسمي مكتوب؟ طيب. قطاطة ولا بوحة؟ بوحة. بوحة. صبح صبح يا عم الحاج. في يا عم فلنتين. بس كده. يكفي. إيه. عندك غنوة جميلة جدا اسمها خلي عندك دم. بحب بس. ازاي بحب؟ خلي عندك دم بحب. يعني هو في ألمين بس في حب يعني. عايز اسمع منك حبيتك. حبيتك أنا ضل اتذكر هالكلمات. حبيتك أنا مش حلوي منك بالذات اتعذب انا لاني انا ما فيش لك لحظات من قلبي انا يا قلبي انا لا تنسى دموع الليلة حبيتك انا. الله يا رب. اللي فات كان كله صادم 100% حتى بوحة. طيب. يا شاهد ما شافش حاجة مثلا؟ ما تجيش ليه؟ اتفضل. مش تبقى تيجي؟ اتفضل. انا اسمي مكتوب؟ طيب. بوحة. صبح صبح يا عم الحاج. حتى الخصام بيكون تفاهم. خلي عندك دم بحب. يعني هو في ألمين بس في حب يعني. حبيتك أنا ضل اتذكر هالكلمات. لو حد استفزك تعرف تصدر الاستفزاز لمكانه ولا لا؟ احاول. بتحاول؟ نعم. لما بتهرب من نفسك غير الطبيعه وانت قاعد في المدينه بتروح فين؟ اغنيتي بقى يعني اغاني. ممكن اعملها الحنها. قول لي لحظه في الاستوديو عندي لحظه حسيت فيها انك ندمان انك بقيت مطرب. ولا لحظه. كنت تتمنى يبقى عندك اخت؟ انتوا ثلاث اخوات، ربنا يخليكم لبعض. كنت تتمنوا يبقى عندك؟ ما اعرفش صراحه، ولا مره فكرت في الموضوع. انت الاصغر؟ انا الاصغر. الاصغر. الاصغر ده بيبقى اخر عنقود. صح. عندنا في مصر بيسموه سكر معقود. انت خدت كميه دلع في البدايه؟ طبعا اكيد. عشان انا في فرق بيني وبين اخواتي برضو. بس بشكل عام نقطه ضعفك اهلي. نقطه قوتك هما برضو. تخاف من ايه؟ الفراق. تهرب من ايه؟ ما بهربش. بتدور على ايه؟ ما بدورش. عايز ايه؟ 10 جنيه وامشي على حلمك اللي انت مستنيه ايه؟ حلمي اني اعمل المزيكا اللي انا شايفها ناقصه. وحلمك اللي هرب منك ومتاكد انه مش هيجي؟ فراق بعد الاحبه. انت كررت الفراق 3 4 مرات طول حواري معاك. طبعا بكرهه جدا. قول لي لحظه فراق صعبه جدا عشتها في حياتك. فراق خالي. طب غمض عينيك كده. غمض. لا نايم. غمض عينيك الاثنين ومش عايزك تفتح دلوقتي. هتتخيل انه خالك الله يرحمه خيال دخل علينا الاستوديو شافك وانت قاعد وقرب منك وخدك بالحضن، تقول له ايه؟ اقول له وحشني وكان لازم ياخد باله اكتر علشان الموضوع فيه ظلم شويه. انا ما فهمش حاجه.